السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنت طلبت من الاصدقاء ان هم رشحوا لنا برامج عربيه قويه تكون انت استعملتها وعجبتك، بحيث ان احنا نعمل دعايه ونعمل دعم للبرامج العربيه. وده برضو دعوه ليكم، لو في برنامج انت جربته وشايف ان هو كويس يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات وان شاء الله نتكلم عنه. ففي بعض الترشيحات علي كيو اس ودي كاد وبيزيد. النهارده هنتكلم على علي كيو اس لان اكتر من حد شكر فيه، وهحط لكم رابط للبرنامج التحميل بتاعه ورابط للجروب ورابط للمبرمج المهندس علي امين الشاذلي اهوت الصفحه بتاعته. هو ان شاء الله عامل البرنامج وعامله شرح سهل جدا يعني تقدروا تطلعوا عليه. تمام، طيب ده تقدر تحمل الملف من هنا. تمام، ودي الجروب اهوت مجموعه خاصه ببرنامج حصر الكميات علي كيو اس، ومحطوط له شرح كتير. تقدر ان انت تعمل حصر عزل جوانب القواعد والسملات، حصر البيانات الداخلي، فهو كويس جدا لموضوع المكتب الفني والحصر في الاوتوكاد. تمام، وسعره رخيص جدا فان شاء الله يعني يكون مناسب لكم. والشروحات موجوده برضو بحيث لو حد حابب ان هو يفهم الاثبات. فناس كتير بتشكر فيه وان شاء الله نعمل عنه بعض الفيديوهات باذن الله. ده مثلا علي بيم اهوت، زي ما انت شايف اللوجه بتاعته واضحه جدا وسهله وتقدر انت تستخدمها بسهوله عشان تعمل حصر بالتفاصيل اللي انت عايزها. فاتمنى تجربوه وان شاء الله يعجبكم، انا برضو ان شاء الله اجربه، واي حاجه هتبقى كويسه نبدا نتكلم عنها ان شاء الله. هتلاقي في وصف الفيديو الرابط عشان تتسطب البرنامج وتتواصل مع المهندس علي، ويا ريت لو هتعرف اي برنامج عربي قوي يا ريت تقول لنا عليه. شكرا.